فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الدرس أن الله سبحانه وتعالى قد كلم جبريل وكلم موسى وكلم محمد عليهم الصلاة والسلام. السؤال: هل الله سبحانه وتعالى قد كلم آدم أيضا؟ نعم، كلم آدم، ولهذا جاء في الحديث أن آدم نبي مكلم. قال الله فيه أن الله كلم آدم: يا آدم، قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، كلمهما بكلام سمعه آدم عليه السلام. نعم.